يقول: لقد حججت مع زوجي عام 1409، وبعد ما رمينا الجمرات يوم 12 توجهنا إلى مدينة جدة، وفي اليوم التالي صلينا الظهر ثم اتجهنا إلى مكة لكي نطوف طواف الوداع، ومن ثم نتجه إلى مكان إقامتنا. ولكن قبل أن نغادر جدة صافحني بعض الرجال الأجانب ولم أستطع أن أجدد وضوئي، وطفت بالبيت طواف الوداع وأنا على هذه الحالة، فما حكم طوافي هذا وماذا يترتب علي من ذلك؟ وإن كان هناك من كفارة فهل يجوز لي أن أرسل بقيمتها إلى المجاهدين أم لا؟ أقول إن خروج هذه المرأة وزوجها إلى جدة قبل طواف الوداع ينظر فيه، فهل جدة هي مكان إقامتهم؟ إن كانت جدة مكان إقامتهم فإن خروجهم من مكة إليها قبل الوداع محرم، ولا ينفعهم الرجوع بعد ذلك والطواف، بل عليهم الفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، على كل واحد منهم شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. هذا إذا كانت جدة مكان إقامتهم. أما إذا لم تكن مكان إقامتهم ولكنهم خرجوا إليها لحاجة، على أن من نيتهم أن يعودوا إلى مكة ويطوفوا للوداع ويخرجوا إلى مكان إقامتهم، فإنه لا شيء عليه. وأما ما ذكرت من أنها سلمت على بعض الرجال قبل الطواف ثم طافت بعد ذلك بدون وضوء، فإن ذلك لا يضر بالنسبة للطواف، لأن مس المرأة للرجل أو مس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء حتى وإن كان بشهوة على القول الراجح. ولكن مصافحتها للرجال الأجانب حرام عليها، ولا يحل لها أن تكشف وجهها ولا أن تسلم على الرجال الأجانب ولو كانت كفاها مستورتين بقفاز نوعين. والواجب عليها أن تتوب إلى الله مما صنعت من مصافحة الرجال الأجانب وأن لا تعود لمثل ذلك. وهنا أنبه على مسألة خطيرة في هذا الباب، وهي أن بعض الناس اعتادوا أن يسلم أخو الزوج على زوجته، أي على زوجة أخيه، أو يسلم على ابن عمته مصافحة، وهذه العادة عادة سيئة محرمة. ولا يحل لامرأة أن تسلم على رجل ليس من محارمها أبدا، ولو كان ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو أخا زوجها أو زوج أختها، كل هذا حرام ولا يجوز، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد يقول قائل: أنا أسلم عليها وأنا بريء، وأنا واثق من نفسي أن لا تتحرك شهوتي وأن لا أتمتع بمسها. فنقول له: ولو كان أمر كذلك، لأن هذه المسألة حساسة جدا، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا جاء في الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وما ظنك باثنين يكون الشيطان ثالثهما. كذلك أيضا إذا مس الرجل المرأة فإن الشيطان سوف يجعل في نفسه حركات وإن كان بعيدا منها، لكن هو على خطر. ولهذا أحذر من أن تصافح المرأة من ليس من محارمها. قد يقول قائل: أنا لو تجنبت هذا ومدت إلي يدها فقلت هذا لا يجوز، لأثر ذلك في العلاقة بيني وبينها، أو بيني وبين أبيها إذا كانت من عمي، أو بينها وبين أخي إذا كانت زوجته، أو ما أشبه ذلك. فأقول له: أتخشونهم؟ فالله أحق أن يخشى. ولقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أشرف الخلق، اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وإذا كان أقاربك من أخ أو عم أو غيرهما يجدون في أنفسهم عليك إذا أنت فعلت الحق أو تجنبت الباطل، فليكن ذلك، فإنه لا إثم عليك، وإنما إثم عليهم. الإثم عليهم من وجهين: الوجه الأول أنهم وجدوا عليك في أنفسهم وهم من أقاربك، والوجه الثاني أنهم وجدوا عليك لأنك فعلت ما تقتضيه الشريعة. وأي إنسان يكره شخصا فعل ما تقتضيه الشريعة؟ بل الذي ينبغي أن من فعل ما تقتضيه الشريعة، ولا سيما مع مخالفة العادات، الذي ينبغي أن نجل هذا الرجل وأن نعظمه وأن نكرمه، وأن يكون له في منزلة وأن يكون له في قلوبنا منزلة أرقى وأعلى من منزلته السابقة. نعم، شكر الله لكم.